صباح الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الساعة النهاردة الساعة دلوقتي الساعة النهاردة ايه؟ الساعة دلوقتي 1، وده أول يوم ليا في الصيام المتقطع. يا رب بقى أعرف أكمل. إيه هنا ربع نص أو حاجة، رغيف بسيط كده بالردة، شاي أسمر بالقرنفل، يعني كنت بحب شاي بلبن فعايزة حاجة تدي طعم. هو ممنوع اصلا الشاي بلبن في الكيتو، في اللي هو الصيام المتقطع ده. بقى بيضة عليها خضرة، بيضة واحدة معمولة من غير اي سمنة او زيت او اي حاجة. احتمال يعني احط نقمتين كده فول، بس غالبا هيبقى ده فطاري ان شاء الله. ربنا يعيننا بقى، استنوني في بقية اليوم. نيجي بقى للغدا، سلطة جرجير عليها برتقال، متسألونيش ازاي بس حبيتها، طعمها جميل جدا. ربع فرخة مشوية، نص ربع فرخة مشوية من غير اي حاجة خالص، يعني تعتبر مشوية. حبة رز كده كيوت خالص، هو طبق صغير على فكرة يا جماعة، هما تقريبا بالظبط 4 معالق. الفطار بقى اليوم اللي بعده، بيض بالشوفان، بيض اومليت، الخضرة والشوفان، شاي اسمر من غير سكر، خضرة. انا بحب الخضرة جدا جدا جدا، يعني بعشقها. زبادي حطيت عليه فراولة، حليته بالفراولة بس من غير اي حاجة، من غير سكر خالص. ربع رغيف، والسناكس كان في النص كده، جات ايه، شاي اخضر مع سناك كورن فليك. فطار النهاردة شاي أسمر عليه قرنفل، زبادي عليه شوفان عليه فاكهة وعليه كتان مطحون، بقى شوية فول كده من غير أي زيت خالص، وبيضة برشت. نيجي على الغدا، مكرونة من غير أي حاجة زيوت خالص، صلصة بسيطة، عصير طماطم معمول، كفتة مشوية. تعالوا بقى نروح على الفطار اليوم اللي بعديه، شوفان زبادي فاكهة وتونة، وعليه نص ونص رغيف، وعيش وسوري نص رغيف ردة، وشاي أصفر. الغدا بقى يومها علينا، عندنا شوربة خضار ورز ولحمة مفرومة من غير زيوت. يعني جعت كده في الآخر كده، قلت اخد سناكس فستق على شاي على حاجات كورن فليكس كده.